إذا بعد ما رحتوا على السينما وحضرتوا الفيلم الجديد لدانيال جوزيف أكيد حضرتوا التريلر على الام تي في. تاكسي البلد فيلم لبناني جديد بيحكي عن قصة شاب بعمر 36 سنة بيلاقي حاله لحاله بعيد عن أصحابه وأهله، بيترك ضيعته وبيقرر ينزل على بيروت ليصير أحسن وأقوى سيق تاكسي بالبلد. من خلال سيارته موديل 66 بتلاقى بجوردن يلي هي مدربة بيلاتس أمريكانية بتشتغل 24 ساعة على 24 بالجيم وما حدا بزورها. سوا بقرروا يسوحوا بشوارع بيروت ويخبروا بعضهم كل شيء في خبريات سمعينا. هالفيلم من تمثيل طلال الجردي، هيام أبو جديد، كارينا لوغ، بديع أبو شقرة، محمود مبسوط وطارق تميم، ومن إخراج دانيال جوزيف. منتابع التريلر. Right, go left over the bridge and then right through the tunnel. You don't want to go downtown right now. It's crazy with tourists. The thing is, I'm new to Beirut and I've memorized the roads. إنه بصم. Do you know what بصم is? الكل اعتبروني أخوت لما ركبت نمرة حمراء وبلشت تكس ببيروت. على الحمراء؟ مثل إجري. في مليونين سايح جايين على لبنان. مصاري خير الله. زمر لها خليها تطلع معنا كسيرفيس مش كتاكسي. زمر لها، ليش ما زمرت لها؟ ما بدي زمر لها، سيارتي انصرعت. يلي عم تاكل عم تشرب واي مطعم كان بندق لها بنغني. سرعة تعوا مشكل، سرعة. وبتحمى كمان؟ إذا ما عجبتك اتركها. Excuse me, kind sir, could you put your cigarette out? عم بتقول بركي بتطفي هالزفت اللي عم بتدخنها. أبو عمان، عبدي فرجيك شيء. شو هيدي يا لطيف؟ شو في؟ هيدي شغلة الشوفر على الخط ما بتلبق لك، تقل حالك شوي بصير لك 100 شغلة غيرها. والله ماني نازلة إلا قدام باب بيتي، عشو دفعت لك 10,000؟ How did you start driving a taxi cab? Originally, I wanted to be a musician, a singer. يا لطيف. You can tell a lot about a guy from the music he listens to. What can you tell about me? Well, from one song, I don't know. وينه؟ أنا رايح أفتش عليه. لما شلون؟ هلا بنطلع عيطة؟ بلد كله خربان وما حدا فرقانة معه. You know, for a taxi driver, you really do have quite an imagination. I'm very good when it comes to storytelling. But to end the story, that's where I'm bad. Halas, the end. No more stories. So where do you see yourself in the next 5 years? That's easy. I'm gonna be the best taxi driver in Beirut. لنعرف تفاصيل أكثر عن هالفيلم مستقبل طلال الجردي. مساء الخير طلال، تفضل. طلال الجردي مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. بمن الآخر من الاخر صار له تقريبا الفيلم شهر وكومبلي بكل الصالات اللبنانيه، ما راح نسيبكم بالعين، بس بدي اسالك اليوم حضرتك كنت منتج وكمان ممثل بالفيلم واخذ دور رئيسي، قد ايه كنت مستنظر رده فعل اللبنانيه تكون هيك؟ هلا لما تشتغل الفيلم ما فيك تعرف شو بدك توصل، حتى نعم. الفيلم لما تصور ما كنا عارفين رح نوصل لهي النتيجه فيه، لانه على الاديتنج انعمل منه شيء 8 كاتس. اوف ايه، يعني عمل منه شيء 8 كاس، لانه فيلم هالقد قادر تلعب فيه يوم بالاديتنج. ما هي فيك تاخده بغير طريق الفيلم، لانه ما في حبكه هذا الفيلم. نعم. ما بتضيع القصص فيه، لانه القصص مبنيه ان كل وحده بحالها، فمشينا فيهم بشكل تصاعدي. اذا بدك بسموه ديسكريبتيف هيدا، اذا بدك يعني قصه شاب نزل من ضيعته
فاشترى السيارة وعم بيسوق تاكسي وعم يتعرف على عالم ويرجع بالزمن على وقت كان صغير مع اشياء صارت بالضيعة لورا بالوقت. جنيك كل قصة ما فيها ما بتلحق زمن ما فيك معين. تزهق يعني مثل كأنه في حبكة وناطرة سسبنس ما بتزهق. حضرته للفيلم جورج؟ ايه حضرته وكانت مفولة تلمال افان بريمير فتحوا اثنين سال يعني كان في كتير عالم. هلا بالاول عم قله كنت لطلال تتفاجأ يعني بتصير ناطر يصير شيء يصير شيء حدا يقتل حدا حدا يضرب حدا بضل ماشي على ذات الريتم بس قد ما الاخبار انتريسان بهالريت بتلحقه. من وقت يلتقي بجوردن وبالطالع بتحس هلا بعدين صار في شيء ايه صار في شيء. والنقطة اللي عن جد الوحيدة اللي أنا بنظري علقتني بالفيلم لأن قد ما كان بكون أنا ناطر يصير شيء يعني هلا حبيته بس كمام على فيك شيء يعني اللي حليه هو الحوار يعني أول مرة بشوف فيلم لبناني عم يحكوا لبناني لبنان في مسبات في حكي عادي الجمل عادي ولا جملة مصطنعة مثل أنه بتقول ما بيقلوها العالم عادة. هيدي كانت شيء كتير منيح بلس الأداء التمثيلي. كيف يعني بلشت الفكرة؟ الفيلم كتير فكرته إذا بدك نوعا ما بسيطة. اليوم الحوار كتير لبناني كتير تراتير إذا بدنا نحكي. طريقة التصوير كمان ما رحته بمعدات كتير مفلسفة وكتير متطورة. اليوم فكرة الفيلم إمتى طلعت وكيف طلعت وكيف حتى أجوا وقالوا لك بدنا نعمل هالفيلم؟ الفيلم كان أوريجينلي هو شيء اسمه بلاد تاكسي اللي هو كان مفروض يكون سلسلة تلي فيلمز يصورها دانيال بلبنان. أول مرة كان بيجي على لبنان فيها صارت أحداث أمنية وكذا بلبنان تنذكر وما تنعاد فلع أمريكا الزلمة بأمريكا عاد كتب سكريبت تاني قال لي في سكريبت تاني وعم بتعرف هوني عن مسلات أمريكانيات حابب يكون في عنا مسلة أمريكانية تكون بالفيلم. وقع خياره على كارينا اللي كان يلتقي فيها بكافيه بشكل متواصل بمحل وعاد بفيلم ببيروت. نو لا المخرج كمان لانه كان عايش بلبنان وصار مغترب يمكن هالشيء قوى انه الذكريات اللي كان عنده اياها بلبنان بجرب بركي مرقه من ورا طفولته ليوسف اعتقد لها علاقه كثير بالذكريات تبع دانيال بلبنان لانه كثير لها علاقه ببيئه الضيعه وبالمثل اللي بقيت بذهنه يعني يعني بيتمثل كثير بشخص اسمه كارلو هو كان قبضاي انه ضيعته ما كان فيها شيء مهم ما ضروري لدانيال ليوسف ما كان في عنا لا مطعم ولا نايب ولا شخصية مهمة كان في عنا هالكارلو لنشوف حالنا فيه اللي هو كان يجي يكبشو من كل الضيعة يجي يكبشو كارلو إذا بيربحوا أو لا فهل قد هني بسيطين حتى التيكت اللي انبعت تبع الأفو بريمير كان ضبط يعني 100% وصلت على المكتب فتحت شفت محضر ضبط هذا واحد جديد قلت لأي درجة كان سمت بلد أكثر ما أنا نقزت لأنه محطوط دعاية للفيلم محطوط قدام ازاز السياره جيت قلت لحالي انا صافف مزبوط ولاني عامل شيء غلط ليش كنت ضبط عادي طلعت قلبته لقيت لهذا السبات لطلال هي صرت كرفت لك بيقول لك ايه بيقول لك ما في محبه الا قبل عداوه هذه بتكون مشكله بعدين بتصير المحبه فيري نايس ايديا طلال الدرك ما قالوا شيء عنا هون عندنا لقطه للدرك بالفيلم انه بياكلها ضبط هو اصلا يوسف بالفيلم هو بيكون صاففها منيح بياكل ضربه ما بنشوفها فبيقوم بصفها مرة الثانية على الرصيف انه بركي ما بتاكلها لك شيء هالمرة بياكلها ضبط بيقول له يا اخي صفيناها مضبوط لك شيء هلا كمان ضبط لانه شو لبناني يوم 2012 فينا نقول انه السينما اللبنانية بألف خير يعني لسه بنرجع ست اشهر لورا صار في اكثر من اربع افلام سينما بلبنان بتصور سنة اكثر من 20 سنة مش شايفين هالشيء نعم بس انه ما تنسى نحن من مواردنا الذاتية ما كل واحد مستعد يخاطر بمصرياته كرمال يفوت بفيلم تعا يرد مصرياته طب هالمخاطرة قديش يعني اليوم في ريتيرن اون انفستمنت يعني اليوم بنقال بلبنان ما بنقدر نجيب مصريات في عندك تقريبا 200 ألف مشاهد ما بيجيبوا نحن بدنا لنعمل بريك ايفن بدنا تقريبا ب 350 ألف مشاهد which doesn't exist قد ايه بادجت هالفيلم يعني عم تحكي 700 800 مينيموم لانه في اجور ما حطينا نحن حتى بعد طب طلعت 800 الف دولار اليوم اذا ما بتعمل ريتيرن اوف انفستمنت اذا ما بترجع بترجع هال 800 الف دولار كيف تعمل انفستمنت على بس 200 الف او 300 الف مشاهد بدنا ينبيع برا نحن متكلين على برا ما متكلين على برا انه ايه بده يتسوق برا اكيد ما في مجال بالبلاد العربيه exactly. برا وينشر ترجع تسوق يعني بعد سنه للتلفزيونات كندا استراليا امريكا يعني عندك في بلاد فيها جاليات عربيه كثير كبيره ولبنانيه بالذات فنحن بدك تعتمد بلس بعدين في البيع كرمال ينعرض بمحطات و و و و كريستيان حجار حضرت الفيلم انا حضرت الفيلم وبشجع اصلا الفيلم اللبناني شو ما كانوا بس حبيت كثير ادائك وحبيت اداء الممثلين التانيين لفت لي كثير نظري هل في بساطه بمحل محلات اللي هي لذيذه لانه ملاقيها بالحياه اليوميه الصوره حلوه والموسيقى رائعه بالنسبه للتمثيل بدي هون
ذكر الناس انه فقدنا شخصين عزيزين بالفيلم لانه زياد مكوك محمود مبسوط وبالفرقه الموسيقيه ميشيل اسعد. فبوجه تحيه لعائلاتهم وبتامل انه هذا الفيلم يكون عزاء لهم ويقدروا يحطوه عندهم بالمكتبه. يعني ما فينا نقدم كفن غير الشيء اللي قدموه هن. فهذا الشيء وتحيه لروحهم ما بيموتوا يعني. يعني هاي الناس ما بتموتوا. طلال اخر سؤال، شفناك بفرحة ومرحة من شوي، رجعنا شفناك هلا بتاكسي البلد، لبعدين اليوم قدرت تكون فعلا صورة أي كاركتير بدك تلعب ولا بعدك بوليفالون؟ أنا إنسان مودي أصلا، يعني بتجي هلا بيكون مودي سيء وعم تحكيني ببروجكت كوميدي بقول لك لا، بيكون هو بجنن. سوري. بس انتبه، هو منه مسرح، المسرح أسوأ بعد. لما يكون عندك مسرح يومي 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 وعندك شيء كوميدي عم تعمله ما فيك تتكل عمودك نهائيا. فهذا الشيء هزبني اذا بدك فكريا، انك انت بدك تظهر وتفوت على مسرح بالمود اللي لازم تكون فيه. على الليله مودك كيف؟ ديسيبلين دائما احسن طبعا من السنة. طبعا الليله مودك كيف؟ الليله كان قبل ما فوت لهون مش كتير كويس، لفتره ناطر، هلا صار احلى. الحمد لله. سكت رح يقول لك كان منيح. هلا صار بدل هلا صار احلى. ليلى لحوت لعلي لك مودك انا، وان شاء الله بعد ينزاد ناس يروحوا يحضروا تاكسي البلد. راشد بحصلي وادي لك وللسينما اللبنانيه كمان. تسلم. كريستيان حجر موفق بالانتاج وبكل شيء. ميرسي. رولا منصور لك ولا دانيال كمان، لانه بدنا المغتربين يرجعوا على لبنان ويعملوا اشغال بلبنان ما ينسوا لبنان. جورج حرب اكيد اثنين، يعني بالنسبه للبرودكشن وللاخراج، بالنسبه للاداء وللحوار، لانه هون كانت اكثر سوربريز حلوه. باي ذا واي الحوار كان عم بينعمل على الطاوله مثل قعدتنا هيدي، نحن اللي مكتوب بالانجليزي يعني، فكانت كل سين الممثلين عم يقعدوا يعملوا حواراتهم، فبروبلي مشان هيك كلياتكم استلطفتوا الحوارات. ما بتحس حالك فايت معهم بالحديث هذا الحلو يعني، باستثناء هيك عندي كريتيك صغيره على وقت رجعوا للثمانينات والسبعينات ما لقيتهم يعني الاشكال والتياب مش كثير سبعين وثمانينات. سعينا بالموضوع بس مش هينه كانت تسريحات الشعر يعني، بتنطر واحد التياب مش كثير ثمانينات يعني، صرت نبش قصدا على هون. كان عندكم واحد مثل جورج بالجلسه اللي عملتوها. احنا كلنا جيتنا جورج اذا بدك، بس ما كانت هينه. رجعت بس بقول لك عدل، انا بقول لك طلال بكل ادوارك بدي هنيك عليهم يعني، وللسينما اللبنانيه، وبدي اطلب من الكل يروحوا يحضروا، ما حضر الفيلم يحضر الفيلم. انا ورولا رحنا جمعه الماضي وكان مفول. ثانك يو كمان كانت السالة مفوله. ميرسي ميرسي. جردي اكيد يلي بعد ما حضر الفيلم تشوق يحضر الفيلم، ويلي حضره بتصور رح يرجع يحضره مره ثانيه، وبركي يرجع يجيب الساوند تراك، لانه مثل هو بده مره ثانيه الموسيقى حلوه كثير. واذا بينحضر مره ثانيه يعني، اول مره بتروح تحضره بتركز على قصص معينه، بترجع ثاني مره بترجع بتركز على كل القصص اللي ما انتبهت لها، لانه كل قصه في لها معنى والها في لها خلفيات معينه. طلال جردي احنا مبسوطين كثير انك عم بتساهم كمان بالانتاج السينمائي بلبنان، وكمان مبسوطين كثير انك عم نشوفك على التلفزيون وعلى الشاشه. ميرسي لك وميرسي لكم. ثانك يو طلال.